السلام عليكم ورحمة الله. البسكويت، بسكويت الفطار أو بسكويت النشادر أو حسب ما أنتوا بتسموه، النهاردة هقول لكم نعمله إزاي نشادر، ونعمله إزاي برتقان، ونعمله إزاي سادة، 3 في 1، وإن شاء الله يعجبكم. ولو أول مرة شاهدني، اسمي أحمد عبد السلام يونس، كابتن منتخب مصر الحلواني، لفيت العالم عشان أجيب كل ريسيبي أصلي من المنبع. أتمنى الفيديو يعجبك، وإن شاء الله تستفاد كتير، وتكتب لنا كومنتس إيه اللي أنت محتاج تعلمه في الحلواني عشان نركز عليه ونستفاد مع بعض. نقول بسم الله. 250 جرام زبدة، 100 جرام سكر بودرة، فانيليا، ذرة ملح، أول حاجة الملح بنحطها على الدقيق، 40 جرام أبيض بيض، دي 5 جرام حليب بودرة، 5 جرام حليب بودرة. ولو هتعملوا نشادر هتحط مكانهم نشادر، تمام كده. وأنا هعمله برتقال، يعني أنا بحب أعمل البرتقال، فهحط بشر برتقال. هنشوف دلوقتي مع بعض. أول حاجة ذرة الملح على الدقيق، زبدة والسكر مع بعض لما ينعموا يبقى كريم. كل لما الزبدة والسكر تنعم، كل لما يكون البسكويت بتاعي هايش وطعمه رقيق وبيدوب في البق وبيشرب بيه أكتر. تمام، بزوده الأول بالراحة كده لما يلم السكر، وبعدين بزوده على السرعة المتوسطة، وكل شوية بجيب الجناب، سواء بستخدم المضرب اليدوي أو بستخدم الكيتشن إيد اللي يعجبك. لازم تضرب فيه لحد ما ينعم. بعد كده نحط الأبيض بيض، الدقيق، عليه الملح، ذرة ملح، وعليه الحليب البودرة. ممكن تشتغل من غير حليب بودرة، مفيش أي حاجة، بس الحليب البودرة بيدي تيست وطعم ملوش حل. اول ما بينعم معايا خالص ويبقى رقيق وكريمي زي الكريم شانتيه كده، بضيف الابيض بيض، وبعدين على طول بضيف الدقيق اللي مخلوط عليه الملح والحليب البودرة. قلنا لو عاوز تعمله بسكويت نشادر هتحط برضو 3 جرام نشادر، وهتحط حوالي 50 ملي حليب في الاخر. بس ما اعتقدش ان في ناس حد لسه بيشتغل بالنشادر، لان المسحوق النشادر الامونيا الله اعلم مصدره ايه. دلوقتي انا بجيب بشر برتقانة، افيد صحيا واطعم والذ وريحة وكل حاجة، وبضيفها مع الدقيق. يبقى انا بجيب بشر برتقانة واضيفها مع الدقيق، واديها ايه اخر لفة، غير الريحة والطعم محبوبة جدا، وانت ليك حرية اختيار. فتعمله نشادر زي ما انا قلت لك. في ناس بتعمل البرتقال بطريقة تاني اجمل، وانا مجربها ملهاش حل في الدنيا خالص. ايه هي؟ عارفين التنج البودرة، تنج العصير؟ هتحط على الكمية دي 50 جرام تنج، هتطلع برتقان ملوش حل في الدنيا. دي انا مجربها ومحلات كتيرة في مصر شغالة بيها. ينفع تحط، السؤال بتاع كل حلقة، ينفع تحط سمنة نباتي؟ ينفع. ينفع تحط زبدة مارجرين؟ ينفع. ينفع تحط شحم عربيات؟ ينفع. هل هو الطعم هيطلع زي الزبدة الصفراء؟ استحالة. خلاص، بحطهم في البلبلة بتاعت البسكويت، معروفة بلبلة البسكويت، وببدأ اقطع بيها زي ما انتم شايفين. او تحط العجينة دي زي ما امي الله يرحمها ويحسن اليها وسكنها فسيح جنتك، بتحطها في المفرمة، وعارفين عدة الكحك اللي يعجبك. عندك صحة، هي مش صعبة لو انت منعم البسكويت صح. اسويه على 180، بياخد 9 دقايق 10 دقايق حسب الفرن. 180 درجة مئوية، 9 دقايق 10 دقايق، هتاكل احلى بسكويت في الدنيا. وادي معاك 3 طرق تعملوا بيها. وشعاري دايما
ليه تتعب اكتر اما ممكن تتعب اقل؟ احمد عبد السلام يونس، شرفتوني.